بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسي لباد بين هلكي كسي وضينا ولا ليال وكسي أن بقى ضينا. الدرس الثاني أركان الإسلام تيرر كإسلام كأي كور رمي يا شيخ. وحاول ما معنى الإسلام؟ إسلام معني سمحوي الاستسلام واسديبت والانقياد هو جانس لله إله اللي هو جانس مول سديب بالعبادة يدو عبادة دين الله لي من يو إله اللي عبادة السنة وعبادة السجل السنة والضاعة يا داعي لله إلا الداعي. وحلو قصي الدرايا وشيخ وسنك الدرين وترك النواهي نواهي دنيا اللي جت جي وقف مركو إله سديب وهو جانس مو هو جانس جاء إله سديب وهو جانس مي labaar rimood bay u baahan tahay ibaadadiina la timaado wixii Ilaahay ka reebay in aad ka tagto warko koobna waa inta kam arkaanu islaam islaam ka tiirarkiisu waa imisa arkaanu islaam islaam ka tiirarkiisu 5 weeyaan bu sheekhu waa sidii aan ka ahayd la wada maqlay ama la wada ogaaday ayuun bu sheekhu ku socdaa laakiin halkan markii la marayo dadka in aad looga sii dhaadhiciyo la rabaa tiirarka islaamka marka tiirarka waaweyn laga waramayo waa 5 laakiin marka tiirarka islaamka si guud loo sheegayo 5 way ka badan yihiin ahadiista qaar ko 8 buu nabi gaarsiiyay sallallahu alayhi wasallam 5 uu sheekhu sheegi doono wuxuu nabi ku daray janaabado laga qabaysto irhamukallah janaabado laga qabaysto ayuu nabi ku daray iyo umrado la aado iyo jihaadka oo la tago fi sabilillah aljihad fi sabilillah أركان الإسلام 5 مركان وحين لنا أركان الإسلام العظام أركان الإسلام كي واوي واشن أذكر شيء هذه الأركان أركان تن أركان تا العظام واوين إرجع العظام أما تلمام تا العظام بل قدرية الخمسة تشن تا شيء هي وحوي أركان تا تيرك الإسلام كم ذي واوين شهادة أن لا إله إلا الله قرتان لقرة إلى حق لوع عبدين سنجر إله مويا وأن محمد النبي محمد رسول الله وياه وإقام الصلاة الصلاة دول أوجو هل كأس كفيرة صلاة دول أوجو هي صلاة دول تكذو ويكلتها ها صلاة دول أوجو معنى ذو حبي والصلاة شروط تدي أركان تدي واجبات كذي سنن تدي هي مكروهات كي لقيت جاية هي مبطلات كي لسكي لعلني أنت بقى لليمت واجبات كي لليمد سننتي لليمد آداب تيدي لليمد يا أركان تيدي شروط تيدي محرمات كي مكروهات كي نلقيت تجي مركز صلاة دي نقنس صلاة لؤوغي ورسلاة ده هل لؤوغو صلاة ده هل لؤوغو هدي لسكو ويوحي نقنس هدو صلاة ده دي صلاة جوان إلهي أكتي سنة وحبكو ترميس وحاوغوه الرأي إلهي هرتي سمركي اللي هرستاقل لسوي الديني حقا لكو سابسان وصلاة ده كوكا نبي قلنا وحو كور رمي صلى الله عليه وسلم لبار رمضان لبضو با عجيبا أو حق السلاة دا كسابسا كو وحا ايمان دو نبي ورمان انتا قياما عدد لحدن سنضو قاركود صلاة سوتو كني هل صلاة دانا ان لغا اقبالي وخسارة ادو وين الهي انو قمت دارو كواس عرين لبادنا نبي قلنا وكور رمي صلى الله عليه وسلم صلاة دو اني قف بهيرو تاغن تاي قف با صلاة دي طوان هيليا قف با سغال هيليا قف با سديد هيليا قف با انكير هيليا قف با نصف هيليا قف با صلاة دي وتكذي وحبا عن هيلين وكاو النبي وكاو الرمي صلى الله عليه وسلم انو الشاقني امركو الهي هرتقو صلاة دي سي للي صلاة لغا ما اقبلين كعو دقاق وحقا ينار توسعو فهدوهم الى صراط الجحيم ويتاء الزكاة الزكاة دي لبحيو وحو النبي وصير على الصفة أوه المفروضة سكدي لفر اليالي قفكم ما القبين مركو يهي رقية دو مركو هذا با سكدا ينو بحيال الربا مركو سنة سوريغو عروض التجارة دي تاي أو قناسي عاد كوچرتو بسنس عاد وضو قناسي قاية بسنس عاد كوچرتو lacagta aad ku shaqeynaysaa sanad hadii laga soo sanadu ka soo wareego sakadii inaad ka bixiso waa waajib hadii kala waajibka aad gudan waydana dambiilu qofku noqonaya hasaa ate ku gaalo imaayo tagitaanka uu zakada ka tagay
فرقiga in la fahmo waa muhiim. Salaada haddaad ka tagto waad ku gaaloobaysaa, man taraka salaata faqad kafar. Laakiin zakada haddaad ka tagto gaalnimo ma gaadhsiisna iyado. Laakiin haddii ka tagitaankeeda ay kaa tahay ictiqaad aad ictiqaadood aaminto in laga tegi karaa inay kuu bannaan tahay ama ay bannaan tahay, markaa waad ku gaaloobaysaa. Laakiin fudaydsi yaro aad fudaydsatay iyo xoogaa hawshii iyo si uun kaaga dhacdhacaysa oo aad ka gaabinayso xaqii inaad gudato, arrimahaasoo kale hadday ku dhacdo ku gaaloobi mayse, laakiin dembiilaa tahay. Wasawmi ramadaana bisha barakeysan in la soomo oo la ilaaliyo, shuruuddeedana la ilaaliyo. Qofka laga rabo soomka inuu soomana waa qof muslima oo caqli leh oo qaangaadha oo isla markaana caafimaad qaba, isla markaana aan musaafir ahayn oo socdaal ahayn ee waddankiisii ama meeshii uu deganaa jooga. Arrinta lixaadna qofkaasi waa inuu yahay qof cudurdaar aan wadan, oo gabadhii hadday xaydo tahay oo dhiiggii qabto, dhiiggii xaydka ama dhiiggii nifaaska, dee soon lagama rabo, ama qofkiiba uu waalan yahay ama uu awoodi karinba da' darteed ama xanuun culusoo haya darteed. وحج البيت يا حج قرقو اللي حجيو لو قصديو اللي آذو لمن روحي باي عرين تاسينا وصوغنا تيستداع وذو إلي حقي سسبيلا وضو ومر شان تاعر الماض الشيخ والشاقية ودي حديث كان نبي وكسو ديغاني صلى الله عليه وسلم نبي قوحو كسي داري الاغتسال من الجنابة يا العمرة يا الجهاد في سبيل الله سؤال شاك الشيخ وحوري oo noqonaysa su-aasha saddex afraad. Ma daliilu calaa haadihi alkhamsa, ma daliilu daliilku muxuu yahay iyo caddeynta calaa haadihi alkhamsati, shantan arrimood daliilka iyo caddeynta loo hayo muxuu yahay. Can cabdillaahi ibnu cumar waxaa laga soo warinayaa radiallahu canhu, allah ka raalli yahay, qaala, inuu yidhi daliilku waa intan weeyaan, waa xadiiskan, xadiiskii 40-ka lagu soo maray. Qaala waxa uu yidhi cabdillaahi ibnu cumar, samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal allahu alayh wasalam yaquulu, xaala uu leeyahay, buniya alislaam, islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa khamsi, shan arrimood: shahaadati an laa ilaaha ila allah, ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin alla mooyaane, inaad qirto ood rumaysato, wa anna muxammada nebi maxameda rasuulullah ergegii alla inuu yahay, inaad rumaysato, wa iqaami salaati salaadooda ogto, wa iitaai zakaati sakadood bixiso, sakada faralka ee waajibka, وحج البيت حجكود حجسو وحجكود آدو هدي هذا وودي سويان وصوم رمضان بيش بركيسن وصونتو حديث كمركة عبد الله بيش بركيسن إلا صوم قدال بمري حديث كعمر بن خطابنا بيش بركيسن إلا صوم لمبرك أفراد بكردين مركة بيش بركيسن ديوال لمبرك أفراد ترتيب تعادي عملي براكتيكال كاه لم بركة أفراد ببشة بركة سن نقانسا بشة بركة سنات مركة جودتو الصنطو أيوم با حج كينا هداد أود ولا هذا يوم مركة أو كجوا شيء بيا بلي حج كمركة صن ككدي يوم بالجارة يوية كم أركان لا إله إلا الله إرجع لا إله إلا الله توحيد ك أركان تسي تيرر كي سواي مسا أنت هنا أرنتا أدوسي جودة جلين دور أرمين لوجا دوا مهي laa ilaaha ila allah 23 arrimood, 23 qodob ayaa la rabaa inaad ogaato oo ku saabsan. Kow, laa ilaaha ila tiirar bay leedahay, waa laba. Laa ilaaha ila allah waxay leedahay waxyaaba ay codsanayso mutadallabaad leedha, waa laba. Laa ilaaha ila allah waxay leedahay shuruud, shuruuddeedana culimmada qaarkood 7 ay ka dhigeen, waa sida caanka ee mashhuurka. culimada qaarkoodna waxay ka dhigeen 8. laa ilaaha ila allah nawaaqid bay leedahay wax burinaya, laa ilaaha ila allah waxa burinayana waa fara badan yihiin, laakiin waxa ugu caansan oo ugu badan badankana dadku ay sameeyaan qaarkood waxa weeyaan 10 arrimood. Marka laba kale loo geeyo waa 4, 8 loo geeyo waa imisa? 12. 10 kalena u gee 22. laa ilaaha illa macnaheeda saxdii wuxuu ku fadhiyana u gee waa 23 arrimood baa la rabaa inaad si fiican qalbiga ugu qabato.
لا إله إلا معني إذا صح دي محوية لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله إن لغو فسره وقلت. لا إله إلا الله لا خالق إلا الله إن لغو فسره وقلت. لا رازق إلا الله إن لغو فسره وقلت. لا حاكم إلا الله إن لغو فسره وقلت. كلمة ده لغو فسره يا سيدو دي صحويه لكن مركا لا إله إلا الله فسره يو كلمة ده صح ده سيدي ده هو إن لا إله إلا فسر كذا لا لدون تشرع وما بنينا يو لا إله إلا فسر كذا صح دي وحويان إن آمنتو مد حق لغو عابدة إنو سنشر إله مويا محانا والدليل وحاو الدليل آيات سورة الحج كتيرتا يا آيات كالي سورة اللقمان كتيرتا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إلهي حق بو الشيخ إرقى حق بو عبرك سوى ماركت مركز سيدا إلهي وعبرين بقى لغا ربا مركز فصير رسولين هذا قلنا عبرتوت كل واغض لا إله إلا الله معنيه ذو حوية لا معبود بحق إلا الله أي نسيق ذا قلنا مركز وحفا فاينا كلا إن شاء الله ولا قاعد دونا كما أركان لا إله إلا الله لا إله إلا تيرر كيدو عيم سركناني والله بطير اذكر شيء هذين الركنين اللي بدأ تير شيء وأن في وديد تيرك اللي بدنا الإثبات وأقلاش أن في محل الديدة يا وحل الديدة يا عبادة دا ربي وكل جيل لي هاي إن عدك لأقول لي حسو ماذا ديا شيء لاني أولياء الله أديك أغثنا يا غوث إريادة سوك على الديدة يا اللي تصالح ملفق لقمة دونه الإثبات مركي اللي يقول لي أنا معنى ذو حوية إثبات العبادة وحده عبادة إلهي كل جينا أصوكتو أو تراد عبادة على كل جيبا إسكالي ألا لله الدين الخالص لا إله إلا الله وحي عدسان سن متطلبات كيدو وإمسا واللبا الولاو والبراو مر بعدد لا إله إلا الله كل واغضي لا إله إلا الله دواقيد ودب كاياي ودكو عمل فليسو دقن قلينيسو وا لا اله الا الله وحي عدسانيسه وا اناد فوليسا او اه ددنا اناد جعلاته ددنا اناد نعدو لا اله الا الله وحي عدسانيسه لبدا اريمود او مخايا جعيل يا نعيب الهي با لا جعلانيا ملائكتا لا جعلانيا انبياء لا جعلانيا صالحين تا لا جعلانيا لا اله الا الله وحي عدسانيسه ارين لبدا ديدمو شيطان با لنعيا قال لنعيا قال رعب لنعيا يا اهل المعاصي يا اهل البدع يا اهل الشرك انت با مركا لا اله الا هو اسكغ دواق يا لما ربي لا اله الا هو حي عدسن سنة فولي با لو ليه الله انه ودا ودا وافجي دمانتين بس خير كو جيرو كم شروط لا اله الا الله لا اله الا شروط دي دو امسا هي وحوري سبعه تضبا واي تو سيديدانا وا لو دار اذكر شيخ هذه سبعة تضبطن شيخ سيجارو كوبن بو شيخ وشيخ كو هي سبعة تضبط وحوية العلم أقال لا إله إلا إن أقوني علم أولا يظهر إلهي با يرفع لم أنه لا إله إلا الله واليقين يقين وإن يشرتايو لا إله إلا الله كاتاي هبال شيء أذ هبتو قلبي كو قبصتي عرب كبار كيسا أما أفكون إن يكون صارنا توكل يا تلا مرة بوين قلبي قو دار دع لا إله إلا الله ذات كده واقص يقين تنا علم اليقين حق اليقين عين اليقين صد حداسة وقيب سمس ولا قاعد دون فاين تير والقبول لا إله إلا وين تقدون ستيو عاد كدك تيو قبصتي يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة والانقياد هو غانسي وينو جيرو لا اله الا وحي كو امر سو وينو هو غانسنتا وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم سما مر بعد لغودا الله با شيغا امري اما النبي امر صلى الله عليه وسلم دورش كوما تالو جوس بان لي يو اختيار بان لي شكدا سي ما جيرتو هداد مسلم دبتاي الله wuxuu ku amray toos u qaado intii karaankaagaana la kaalay le mar walba meesha waxa taala fataqullah mastadaat arinka shanaad waxa weeye al ikhlas wal ikhlas weeye inay daacad ka tahay niyad ilaahay dirti ay ka tahay la ilaaha illa dhawaaqeed iyo ku dhaqankeed
وصدق إنه رون جيرو أرنك شان لحاد لا إله إلا إنه رون كاتاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أرنت تدوال شيخ وحري والمحبة تشعيل وإنه جيرو لا إله إلا الله إيه إنت لا إله إلا كل واقع السبب وإنه تشعشي والذين آمنوا أشد حبا لله أرنك سديداد علماء قاركود كدرين وحوية الكفر بالطاغوت طاغوت كينا نذكا كفر ذو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي لا يرسم ما معنى محمد رسول الله محمد هو الرسول كي لما حال له لتشي معنوه محوية أي أرسله الله إلى صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى سرية صدر للناس الدثك إلى الناس بودر لي بمعنى إلى كدغنت كافة سجود يظل لك القادم قال يا مسلم بشير حاله يا نبي قمت بشارين يا شنا يا خير يا برواقك بشارين الدنيا في نمعين هلان يا برواق آخرا شنا هنا كدم بيسو مركي أمر كيس قاتن والنذير مدقة ينين يا نبي محمد عليل الدنيا ذات قشو يا آخر النار أي كسوق يسوي كدي جيو ولي إسكيل عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر دم بالله صوت دري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حريص بنو ذي مركا مركا الله صور وريو وجدد النبي محمد الله صوت دري محيط هذه لغورادو وحويان صدح حرمات إقامة الحجة الرحمة هداية الخلق معناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ذي سيكفر دذنا وحويا طاعته فيما أمر والتصديق فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وأنت شيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أصول الثلاثة وكل شيء شيخنا وكوسه وقاب شيخ حكور النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر نبي الله أصدري isagoo nabi maxamed marka xambaarsan labada arimood bishaare iyo digniin sida kale hadii warka loo soo ururiyana waxa weeyaa nabi maxamed u jeedada loo soo diray waa saddexda arimo dadka inuu u naxariisto naxariista uu naxariisanaya keenisa dadka inuu u digo isla markaana u bishaareeyo iyo dadka inuu xujada ku oogo hadhow marka ilaahay la hortago cidna aysan marmarsiyo iyo xujo aysan helin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يددك إن إلهي اللي وحده أنت الدنيا اللي تشوفه والنبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرك كان اللي يحوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ما اسم النبينا النبي جينا مجي عيسى محويا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ويا محمد بن النبي اللي ورنشري أبينا عبد الله أوجينا عبد المطلب نبي صلى الله عليه وسلم سقال مقعب لها لما قرآن كأيو إلهي كشيغة ومحمد يا أحمد تضبط كلنا نبي صنة كعدي نبي مقعان تيسوا محمد يا أحمد الحاشر العاقب الماحي المقفى أما المقفي نبي الرحمة نبي التوبة نبي الملحمة سقال كان مقعب النبي قل صلى الله عليه وسلم علماء نوحيران قاعدة شرعي أمرك الشيغان كثرة الأسماء إنما تدل على شرف المسمى مقعان تفرب نوحي تسين الساون شيغة قفك كم مقعابا قيمها إيو وناق يشرفت وليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق أدوما كيوغو قيمها بالنوية وددي ساكوي مرمر والبا الله نقرده آمين ما الواجب ما حواجب علينا حق كركينا نحو الرسول رسولك حقي سمركي لقى ورمي مركي رسولك كشاكينا نو أرنكي سمحاينا قلق قدبون سيدينا نبي كو قابلنا وجب علينا كركينا وحواجب أهذا اتباع النبي قينا رانكو وحبونا نشعلان اللبا والصلاة عليينا كتكنو مركي النبي قلق الشاكينا صدح ذا عرموت بو الله قارما صدح ذا الرموت بقى والله قهربا وصوق قابي الشيخ وحويا إن النبي صلى الله عليه وسلم الرادة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه وحبوا النبي قينا تشعلاته تي النبي قهدان لتشعلان قفقوا قالبوا النقنة والصلاة علي النبي قينا تكسل لذو
oo markii nabiga la soo hadal qaadadaba sallallahu calayhi wasalam salligiisa inaad la timaadood ku sallido ajar weyn baanad ka helaysa. oo 10 jeer buu adigana ilaahay kugu salliya nabigaana caddeeyey sallallahu calayhi wasalam. kayfa nusalli cala rasuul, rasuulka sideen ugu salliyaynaa sallallahu calayhi wasalam. marka lasoo gaabinayo waxaa loogu salliyaa sidan uu sheekhu sheegay: allahuma salli wasallim cala nabiyina muxammadin. allahuma ilaahay ow, yaa allahu bay ka dhigantay, salli ammaan, wasallim nabadgeli, nabadgelyo si calaa nabiyina, nabigeena korkiisa, nabigeenii muxammadin muxammed ahaa. maa hiya salaatu, salaadu maxay tahay? salaada qofka muslimkaa laga rabo inuu tukado, hiya salaadu waxa weeyaan atacabudu, cibaadaysi lillaahi, ilaahay loo cibaadaysto. cibaado inaad la timaado ilaahay dirti uu la timaado. biaqwaalin, hadallaad ku cibaadaysanaysaa, hadallaad ku dhawaaqayso. allahu akbar taa ka mid a, faatixadaad akhrinaysaa ka mid a, adkaarta kaleaad akhrinaysaa ka mid a, wa afcaalin, iyo ficillo iyo action aad samaynayso, rukuucda iyo sujuudda iyo kasoo kicitaanka ka mid a. muftataxatin, salaadaasoo lagu furanayo bitakbiiri allahu akbar, takbiiratu lixraam. usalli fardal ma jirto, ee waxaa salaada markaad gelaysa waad niyeysanaysaa, un kolba salaada aad tukanaysa tay tahay niyadda iyo qalbigu baad ku qabanaysaa, niyadda wax lagu dhawaaqaya maaha. watalafudu biha bidca. mukhtatamatu, salaada waxaa lagu khatimaya bitasliimi salaam naqsi, salaam naqsiga koowaad baana rukniya, salaam naqsiga labaad waxa weeya waa sunne. marka halkaasina waxaynu ku soo gaabinay ama kaga baxaynaa walaalayaal 10-kii 2aad oo tiirarka islaamka uu sheekhu kaga sheekeynayay iyo wixii arrintaa soo hoos geliyay.